نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول: هل تعتبر الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ في الأصل، في الأصل، لكن كم يخرج من أهل السنة وكم يرتد من أهل السنة والجماعة؟ كون الإنسان من أهل السنة والجماعة ثم يرتد، فإذا عبد القبور ارتد ولو كان أصله من أهل السنة والجماعة. نعم. ويقول أحسن الله إليكم في بقية سؤاله: وكيف أتعامل مع من يدافع عن الصوفية؟ تنصحه وتحذره من ذلك، فإن أصر تبتعد عنه، لأنك بلغته ونصحته ولم يمتثل تبتعد عنه. نعم.